تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من فخامة الرئيس شين جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، أعرب فيها فخامته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، مشيدا فخامته بالإسهامات البارزة لسموه رحمه الله في نهضة وتقدم الوطن العزيز في مختلف المجالات وسعيه الدائم لتعزيز أواصر العلاقات المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة والارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة، متمنيا فخامته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء. هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لفخامته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، مشيدا سموه حفظه الله بالعلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، ومؤكدا على التطلع لتعزيزها في المجالات كافة، راجيا سموه لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.